بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني طلاب الصف الثاني عشر الأدبي والتجاري وجميع الفروع عدا العلمي والصناعي، بنكمل معاكم مناقشة مادة التكنولوجيا. وفي الدرس السابق إحنا بدأنا نحكي عن عنوان الآي بي. عنوان الآي بي هو عبارة عن نظام عنوني إحنا بنستخدمه للتنقل بين الشبكات، عكس عنوان الماك. عنوان الماك عنوان فيزيائي إحنا بنستخدمه لنقل البيانات داخل الشبكة المحلية. عنوان الآي بي لنقل البيانات داخل الشبكات. آخر إشي حكيناه في الدرس السابق إنه أهم الأجهزة اللي بتشتغل عليها الطبقة الثالثة اللي هي طبقة الشبكة جهاز اسمه الموجه أو الراوتر أو الروتر. عادي تسمع حدا بيحكي له الروتر لأنه في إحدى اللكنات بنقال عنه الروتر، مش مشكلة. جهاز الراوتر أو جهاز الموجه هو الجهاز اللي بتشتغل عليه الطبقة الثالثة. قبل ما إني أناقش النشاط رقم 4 حابب أوضح لكم فكرة. هذه الفكرة بتلزمنا في هذا الدرس في نشاط مهم مطلوب معنا. الآن يا جماعة في عندنا إشي اسمه الشبكة المحلية. إيش يعني الشبكة المحلية؟ الشبكة المحلية اللي هي داخل منزل، داخل مؤسسة، داخل جامعة. هذه عندنا شبكة محلية. طبعا الشبكة المحلية يعني موجود عندي جهاز لان سويتش اللي هو محول الشبكة المحلية، وحكينا في درس طبقة ربط البيانات عن اللان سويتش، وموجود عندنا أجهزة مربوطة في جهاز اللان سويتش. وهذا الحكي أنتوا أصلاً عارفينه. إذا أنا بدي أودي بيانات من هذا الجهاز لهذا الجهاز لازم هذا الجهاز ينشئ إشي اسمه الإطار. شو يعني الإطار؟ يعني الملف اللي بدي أوديه، مضاف إليه ماك المصدر، ومضاف إليه ماك الهدف. ماك الهدف يعني وين رايح البيانات، ومضاف إليه متفحص الأخطاء. أنا بيهمني في هذا الموضوع اللي هو ماك المصدر وماك الهدف علشان أبعث بيانات في داخل الشبكة المحلية. هذه اسمها شبكة محلية. الآن في عندي هنا شبكة محلية ثانية موجودة في مكان آخر، في مكان بعيد. أنا بدي أودي بيانات من هذا الجهاز لهذا الجهاز، يعني من جهاز موجود في شبكة محلية لجهاز موجود في شبكة أخرى. يعني بدي أودي بيانات بين الشبكات خارج الشبكة المحلية. هنا أنا بحاجة لنظام عنوني آخر اسمه نظام عنوان الآي بي. لما أنا بدأ أودي بيانات في داخل الشبكة المحلية بحاجة لعنوان الماك، ولما أبدأ أودي بيانات بين الشبكات أو خارج الشبكة المحلية بحاجة لعنوان اسمه عنوان الآي بي. وهذه المهمة الرئيسية لعنوان الآي بي. الآن في نقطة حكيناها في الدرس السابق إنه عنوان الآي بي بتكون من 4 مقاطع. عنوان الآي بي بتكون من 4 مقاطع، صح؟ الآن هذول الأربع مقاطع في قسم منهم اسمه عنوان شبكة، وفي قسم منهم اسمه عنوان جهاز. أي جهازين عنوان الشبكة إلهن مختلف، لا يمكن إرسال بيانات فيما بينهن. أي جهازين عنوان الشبكة فيما بينهن مختلف، لا يمكن إرسال فيما بينهن إرسال بيانات. يعني مثلا كان عندي جهاز عنوان الشبكة، عنوان الآي بي اللي له 192.168.3.17، وعندي جهاز 192.168.168.7.7 مثلا. الآن لو كان عندي قناع الشبكة اللي هو 255 لكلا الجهازين، 255 255 255 0، يعني أول ثلاث مقاطع عندنا هون 255، معناته أول ثلاث مقاطع للجهازين اللي هن عنوان شبكة. إذا هذا الجهاز بنتمي لشبكة وهذا الجهاز بنتمي لشبكة، لأنه عنوان الشبكة لهما مختلف. في هذه الحالة لو الجهازين موصولات مع بعض بسلك، لا يمكن إرسال البيانات فيما بينهم أبدا. لا يمكن إرسال البيانات بين جهازين، كل جهاز بينتمي لشبكة. طب شو حلتها؟ أنا بدي أودي بيانات من جهاز في الشبكة لجهاز في شبكة أخرى. في هذه الحالة بنستخدم الجهاز اللي مهمته نقل البيانات بين الشبكات، تمام؟ مبدئيا لا يمكن إرسال بيانات بين جهازين، كل جهاز ينتمي لشبكة. علشان نحل هذه المشكلة بنربط هذول الجهازين في جهاز اسمه راوتر، تمام؟ هذا الجهاز وهذا الجهاز
بنربطهن في الجهاز اللي اسمه الراوتر. في هذه الحالة بستطيع اني ارسل بيانات بين الشبكات. اتذكروا هاي المعلومة، كمان شوي راح نفصل فيها. الان معلومة ثانية انا بدي احكيها، حكيتها قبل وبدي ارد احكيها كمان مرة من باب التأكيد على المؤكد وعلشان توضح الفكرة، لانه هذول الثلاث افكار اللي حكيناهن الان بهمنا كثير في الدرس اللي بنحكيه الان. المعلومة كالتالي، انا حكيت لكم في الدرس الاول اللي هي في طبقة ربط البيانات انه هذا عندي جهاز كمبيوتر، في داخل جهاز الكمبيوتر عندي هنا موجود عندي بيانات. الان هذا الجهاز الكمبيوتر مبدئيا ملوش عنوان ماك ادرس، ما له عنوان ماك ادرس. كيف بدي يكون له عنوان ماك ادرس؟ بجيب كرت شبكة اللي هو بطاقة واجهة الشبكة، احنا بنقولها في العامية كرت الشبكة. كرت الشبكة بيكون عنوان الماك ادرس اللي له موجود على كرت الشبكة مضاف له من المصنع بطريقة فيزيائية، تمام؟ يعني بيجي الرقم معاه من المصنع. إذا وصلت جهاز كرت الشبكة في الكمبيوتر، تمام؟ الماك أدرس، خلينا نفترض إنه الماك أدرس اللي له أي بي لكرت الشبكة، مباشرة بصير عنوان الماك أدرس للكمبيوتر أي بي، يعني بأخذ عنوان الماك أدرس تبع كرت الشبكة اللي وصلته في هذا الكمبيوتر. والبيانات في داخل الكمبيوتر تأخذ عنوان الماك لكرت الشبكة اللي وصلته للكمبيوتر. الآن كرت الشبكة في هذا الحاسوب لا يمكن، الماك أدرس في هذا الحاسوب لا يمكن تغييره، عنوان الماك أدرس في داخل الحاسوب لا يمكن تغييره إلا بحالة واحدة، غيرت كرت الشبكة فقط. يعني مسكت هذا الكمبيوتر لفيت فيه كل العالم ما بتغير عنوان الماك أدرس، تمام؟ إلا إذا غيرت كرت الشبكة. بينما عنوان الاي بي، عنوان الاي بي اصلا بشكل طبيعي متغير. والله شبكه من راوتركم، الراوتر مش حكينا الدي اتش سي بي بيعطيه عنوان اي بي، شبكه من راوتر الجيران، راوتر الجيران بيعطيه عنوان اي بي، شبكه مثلا من الهوت سبوت باخذ عنوان اي بي اخر. يعني عنوان الاي بي بضله يتغير وين ما انت بتروح، وفي برامج بتضلها تغير عنوان الاي بي. فبالتالي عنوان الاي بي تبع الجهاز في داخل الحاسوب يتغير عادي بشكل طبيعي، بينما الماك أدرس في داخل الحاسوب، في داخل الحاسوب حط عليه خطين هاي، لا يتغير إلا بتغيير كرت الشبكة، تمام؟ بنرجع للمعلومة إنه هذه البيانات الموجودة في داخل هذا الحاسوب أخذت عنوان الماك أدرس لهذا الحاسوب. شو يعني أخذت عنوان الماك أدرس؟ البيانات وين ما هي موجودة بتأخذ عنوان ماك أدرس وين ما هي موجودة. زي أنت الآن مثلا موجود في جنين، الماك أدرس اللي إلك جنين، رحت على رام الله، الماك أدرس اللي إلك رام الله، وين ما أنت موجود أخذت عنوان ماك أدرس وين ما أنت موجود، تمام؟ الآن هذه البيانات لو مسكناها، لو مسكنا هذه البيانات وحطيناها في هذا الكمبيوتر، ضفناها على هذا الكمبيوتر، مباشرة هذه البيانات بتأخذ عنوان الماك أدرس للحاسوب اللي انضافت عليه، تمام؟ فبالتالي البيانات وهي ماشي جوا الشبكة وين بتروح بتأخذ عنوان الماك أدرس. علشان هيك الماك أدرس في داخل الحاسوب لا يتغير، الماك أدرس في داخل الشبكة يتغير، الماك أدرس في داخل الشبكة يتغير. ما تخربطوش فيش. كيف يعني يتغير؟ يعني البيانات كانت هون أخذت الماك أدرس لهون، أجت على هذا الجهاز أخذت الماك أدرس لهذا الجهاز، بينما الآي بي في داخل الحاسوب يتغير، في داخل الشبكة لا يتغير. هذه المعلومة مهمة جدا. الآن طب كيف صارت هاي المعلومة؟ كيف بدنا نفهمها؟ خليني أوضح لكم مثال بسيط جدا. أنت الآن موجود في مدينة جنين وبدك تروح على الخليل. الجنين والخليل اسمهن الآي بي، آي بي المصدر وآي بي الهدف. في هذه الحالة الآي بي من وين طلعت البيانات؟ وين واصل البيانات؟ هاي معنى الآي بي في داخل الشبكة. يعني انت موجود هنا في جنين ورايح على الخليل، هذا اي بي المصدر وهذا اي بي الهدف، تمام؟ طيب وانت في الطريق، والله مثلا وانت رايح على جنين وصلت نابلس، بتضلك تقول انا طالع من جنين رايح على الخليل. طيب وصلت رام الله، انا طالع من جنين رايح على الخليل. علشان هيك عنوان الاي بي المصدر والهدف على طول مسار البيانات في داخل الشبكة لا تتغير ابدا. الاي بي في داخل الشبكة لا يتغير، الاي بي في جوا الكمبيوتر بضل يتغير مثل ما بدك، ما هو عنوان منطقي، تمام؟
الاي بي في داخل الشبكة لا يتغير، بينما الماك يتغير. لانه يا جماعة اذا انت بدك تاخذ فيديو من اليوتيوب او ترفع فيديو من اليوتيوب، ما فيش سلك بين كمبيوترك وبين اليوتيوب. يعني خليني افترض انه هذا الاي بي تبع كمبيوترك وهذا الاي بي تبع اليوتيوب، بتضل هالبيانات على طول المسار تكون انا طالعة من الكمبيوتر الفلاني رايحة على الكمبيوتر الفلاني اللي هو كمبيوتر اليوتيوب. الان البيانات في داخل الشبكة في المسار بتنتقل عدة مراحل، يعني وصلت هذه المرحلة ما انا قلت لك فيش سلك بين داركم وبين اليوتيوب، فبالتالي البيانات بتنتقل على عدة اجهزة عدة محطات قبل ما توصل اليوتيوب. البيانات موجودة هون، اخذت الماك ادرس لهذا الكمبيوتر، وصلت هون اخذت الماك ادرس لهذا الكمبيوتر، وصلت هون اخذت الماك ادرس لهذا الكمبيوتر. فهمنا الفكرة كيف انه الاي بي ثابت في داخل الشبكة والماك يتغير. الاي بي البيانات لما تكون موجودة هون بظلها تكون انا طالعة من الاي بي الاول وواصل، يعني طالعة من عند هذا الاي بي وواصل عند هذا الاي بي. برضو البيانات وصلت هون بتقول انا طالعة من عند هذا الاي بي وواصل عند هذا الاي بي، بينما البيانات وهي هون بتقول انا موجودة في الماك ادرس الفلاني، معناته الماك ادرس اللي إليها الكدة، وهي موجودة هون بتقول انا موجودة في الماك ادرس الفلاني، معناته الماك ادرس اللي إليها الكدة. فهمنا هذه الفكرة. فكرة ثانية أنا بدي أوضح لكم إياها، اللي هو إشي اسمه الدي أن أس أو خدمة الدي أن أس. إيش هي خدمة الدي أن أس؟ الآن يا جماعة في داخل الشبكة ما فيش إشي اسمه عنوان إنترنت. أول إشي الشبكة كيف بيكون شكلها؟ شو هو الإنترنت؟ الإنترنت يعني كل كمبيوترات العالم موصولة مع بعضها، هيك يعني الإنترنت، كل الكمبيوترات موصولة مع بعضها. طبعا هذا المعنى المبسط للإنترنت، انه الاجهزه موصوله مع بعضها. يعني مثلا موجود عندي هون هاي شبكه محليه وفيها مجموعه من الاجهزه، وعندي هذه شبكه محليه وفيها مجموعه من الاجهزه، وعندي هاي شبكه محليه وفيها مجموعه من الاجهزه. الان هذه الاجهزه بما انه جميعها موصوله بشبكه الانترنت، معناته هذا الاجهزه موصوله مع بعضها. يعني هذا الجهاز يودي رسالة لهذا الجهاز، تمشي البيانات هيك لعند ما انها توصل لهذا الجهاز. طبعا مش بهذا المعنى حرفيا، بس نفس الفكرة، يعني انه اجهزة الاجهزة في الشبكة موصولة مع بعضها. طب ايش هو موقع الانترنت؟ موقع الانترنت هو عبارة عن موقع عادي، بيانات، ملفات، صور، فيديو، اللي بدك اياه موجودة على جهاز من هالاجهزة اللي على الشبكة. حرفيا موجودة على جهاز من هالأجهزة المرمية في الشبكة، عادي جدا هالأجهزة المرمية في الشبكة. اللهم إنه إذا أنا بدي أسوي موقع إنترنت على مثلا هذا الجهاز، تمام، هذا الجهاز بيكون له مواصفات خاصة شوية، بيكون هذا الجهاز قوي، بيقدر يتحمل، بنسميه إحنا السيرفر اللي هو كمبيوتر قوي، بيقدر يتحمل، في الرام عالي، في قدرة التخزين عالي، بس هذا اللي بيفرق، تمام؟ طب أنا ليش حكيت هذه المعلومة؟ حكيت هذه المعلومة لأنه حكينا في الدرس السابق إنه لكل جهاز موجود على الشبكة عنوان آي بي فريد. عنوان اي بي فريد يعني فريد، ما فيش جهاز ثاني عنده نفس عنوان الاي بي. هذا الجهاز له عنوان اي بي، هذا الجهاز له عنوان اي بي، هذا الجهاز له عنوان اي بي. طب هذا الجهاز اللي عليه موقع اليوتيوب في له عنوان اي بي خاص فيه، بتيجي بتقول استنى شوية، انا لما افوت على اليوتيوب بكتبش عنوان اي بي، انا بكتب youtube.com. ما هو ما فيش اشي بالشبكة اسمه youtube.com. طب كيف بتصير هذه الشغلة؟ بتصير عن طريق خدمة الدي ان اس. ايش هي خدمة الدي ان اس؟ باختصار خدمة الدي ان اس هي عبارة عن سيرفرات كمبيوترات، يعني سيرفرات موجودة في عدة أماكن، بتكون سيرفرات قريبة عليك، الشركة المزودة للإنترنت بتعطيك هذا خدمة هذا السيرفر عندها سيرفر، وفي سيرفرات مرمية في كل العالم. الآن أنت مهمتك لما تبرمج الشبكة بشكل يدوي تختار كله جبلي الدومين من السيرفر القريب. كيف فكرة البوبجي أنه أنت دائما تختار السيرفر القريب عشان يبقى البنج عالي؟ نفس الفكرة، السيرفر الأقرب عليه عشان يبقى أسرع، تمام؟ طيب هذا الدومين سيرفر شو موجود في داخله، او الدي ان اس سيرفر شو الموجود في داخله؟ هذا بيكون في داخله جدول، يعني بيكون هيك في داخله اشبه بجدول. هذا الجدول بيتكون من موقع الانترنت عنوان الاي بي اللي له، موقع الانترنت عنوان الاي بي اللي له، youtube.com هذا عنوان الاي بي اللي له، google.com هذا عنوان الاي بي اللي له،
facebook.com هذا عنوان الاي بي اللي له. هذه الفكرة أشبه بفكرة الأرقام الموجودة على جوالك. يعني الأرقام الموجودة على جوالك أنت لما تيجي تقول للجوال اطلب لي مثلا رقم محمد، فعليا في إشي بالشبكة اسمه محمد؟ ما في إشي بالشبكة اسمه محمد. بيكون في داخل جوالك جدول زي جدول الدومين سيرفر بالضبط زي جدول الدي ان اس. هذا الجدول محمد هل كد رقمه؟ فبالتالي هو بيجي بيشوف رقم محمد وبطلب رقم محمد. نفس الاشي انا لما اجي اقول له google.com بيجي بتطلع على الجدول google.com هل كد رقمها؟ فبالتالي بطلب رقم الجوجل او عنوان الاي بي للسيرفر اللي عليه البيانات تبعت الجوجل اللي انا بديها. فهمنا الفكرة يا شباب؟ فهمنا فكرة الدومين الدي ان اس سيرفر. طيب في اشي اسمه للترسرت، خلينا نشوفه على كتاب بعدين بنوضحه علشان ما نتشتتش للأفكار. أول إشي هذه الدي أن أس، خدمة الدي أن أس. خدمة الدي أن أس خدمة يعني السيرفر، هو السيرفر خادم بيعطيني خدمة، كمبيوتر بيعطيني خدمة. مهمة خدمة الدي أن أس اكتبوا إعطائنا عنوان آي بي لإسم الموقع، بيعطينا عنوان اي بي لاسم الموقع. مهمة تكتبوها، مهمة خدمة الدي ان اس بيعطينا عنوان اي بي للموقع او لاسم الموقع. خلصنا منه، عرفنا كيف يعني عنوان اي بي. يعني انا باجي بقول له الموقع الفلاني بكل الاي بي اللي له هالكدة، تمام؟ هذه هي فكرة الدي ان اس. نيجي لايش اسمه للترسرت. ايش هي للترسرت؟ للترسرت عبارة عن امر انا بضيفه في داخل موجه الأوامر اللي هي الشاشة السوداء. هذا موجه الأوامر اللي هي الشاشة السوداء، بضيف أمر الترسرت. شو بيعمل لأمر الترسرت؟ شوفوا يا شباب، أنت لما الفكرة اللي حكيت لكم إياها قبل شوية، أنه أنت لما موجود في هذا المكان واليوتيوب، لنفترض أنك أنت قريب جدا من سيرفر لليوتيوب، فعليا في سلك بينك وبين سيرفر اليوتيوب؟ أكيد ما فيش سلك بينك وبينه. البيانات لما أنت بدك تأخذ فيديو من اليوتيوب، ممكن البيانات تمشي 100,000 كيلومتر قبل ما إنها توصلك. يعني توصل لهذه المرحلة، بعدين توصل لهذه المرحلة، بعدين توصل لهذه المرحلة، بعدين تيجي على هذه المرحلة، وين ما في طرق فاضية بتمشي فيها البيانات، تمام؟ وبعدين لعند ما إنها توصل من اليوتيوب لعندك أو من عندك لليوتيوب، بتمشي أو بتنتقل في عدة مراحل. مهمة الأمر ترسرت بحكي لك عدد المراحل وأسماء الآي بيهات للسيرفرات اللي وصلتها بياناتك. بياناتك وصلت هون، وصلت هون، وصلت هون، وصلت هون، تمام؟ هذه هي مهمة الأمر ترسرت. يعني خلينا نجربه مثلا، بدي أنا كم موجه بوجه رسالتي وصولا لموقع الجوجل دوت كوم. باجي بقول له ترسرت سبيس www.google.com. خلينا نجربها. هاي موجه الأوامر وهاي أعطنا، ببلش إيش يفحص لي؟ هذا السيرفر الأول، السيرفر الثاني، السيرفر الثالث، السيرفر الرابع، لعند ما إنها توصل للجوجل دوت كوم، تمام؟ فهمنا فكرة الترسرت. لو أجاك في الامتحان أذكر مهمة الأمر الترسرت، شو بتجاوب؟ شوف شو بتجاوب. بتقول أولا، واحد، معرفة كم موجه يكون بتوجيه رسالتي وصولا لموقع الهدف، هاي رقم واحد. بتجاوب اثنين، تتبع مسار الرسالة من المصدر للهدف، تمام يا جماعة؟ طب أنا لما أجي أقول المصدر والهدف، شو المصدر وشو الهدف؟ المصدر هو عبارة عن الكمبيوتر اللي طلعت منه البيانات، والهدف الكمبيوتر اللي رايح عليه البيانات. يعني هاي جهاز مصدر وهي جهاز هدف. هذا الكمبيوتر اللي طلعت منه البيانات، بيانات يعني صورة، فيديو، نص، رسالة، أي شيء، وهذا الهدف. الآن تتبع مسار رسالة، والله البيانات وصلت هون، بسجل لي، بعدين البيانات وصلت هون، بعدين البيانات وصلت هون، بعدين وصلت هون، اللي هو للهدف. هذا مسار الرسالة من جهاز مصدر لجهاز هدف. طيب خلينا نيجي على الصفحة اللي بعدها. الصفحة اللي بعدها في شوية معلومات، هذه معلومات احنا عارفينها بس من باب التأكيد على المؤكد. اول اشي حكي لي يقوم الموجه اللي هو الراوتر، نسيتوه، هذا هو الموجه اللي هو الجهاز اللي بتشتغل عليه الطبقة الثالثة. شو مهمة الموجه؟ بتحويل الرسالة بين الشبكات اعتماد على عنوان اي بي الموجود في الرسالة وصولا للهدف، تمام؟ مش قلنا الحزمة هي عبارة
بتكون الرسالة الفيديو اللي بدي اوديه مثلا مضاف الى اي بي من وين طلعت البيانات واي بي وين رايحة البيانات، زي فكرة الاطار ماك وين رايح من وين طلعت وماك وين رايحة، تمام؟ فشو بيعمل الموجه؟ بوجه الرسالة بين الشبكات اعتماد على عنوان الاي بي. طب محول الشبكة المحلية ايش مهمته؟ محول الشبكة المحلية تبع الطبقة الثانية، تحويل الرسالة هنا شو كنا بين الشبكات، هناك داخل الشبكة، خلينا نكتبها. هذا الموجه، هذه مهمة الموجه، هذه مهمة الموجه. طيب مهمة المحول، تحويل الرسالة هنا بين الشبكات، هنا ايش؟ داخل الشبكة المحلية اعتماد على ماك مصدر وماك هدف الموجودان في الإطار، تمام يا جماعة؟ هذه مهمة المحول علشان نرتب أفكارنا. في عنا المحول اللي هو محول الشبكة المحلية اللي هو اللان سويتش، هذه مهمته. في عنا الموجه اللي هو الراوتر، هذه مهمته. هذا الحكي احنا عارفينه بس بنأكد على المؤكد قاعدين، تمام؟ طيب الآن في عنا هنا هذا الموقع، شو هذا الموقع؟ خلينا نرجع للترسرت، شو عملت الترسرت؟ اتبعت مسار الرسالة من جهاز مصدر لجهاز هدف بس على الشاشة السوداء، هون بجيب لي إياها. هذا الموقع شو بيعمل لي؟ بجيب لي خريطة وبكل البيانات وصلت لعنوان الاي بي الفلاني الموجود في الدولة الفلانية، يعني بورجيني خريطة، هون ما ورجانيش خريطة، هون الشاشة السوداء وكتب لي عناوين، تمام؟ هون ورجاني خريطة، فبالتالي ايش مهمة هذا الموقع؟ مهمة هذا الموقع تتبع مسار الرسالة من جهاز مصدر لجهاز هدف ولكن بواجهة رسومية، تتبع مسار الرسالة من جهاز مصدر لجهاز هدف ولكن بواجهة رسومية. الآن هنا بيراجعني في معلومة أنا بعرفها، إنه مهمة الطبقة الثانية بتوفر نظام العنوان الفيزيائي عنوان محلي، الطبقة الثالثة بتوفر عنوان منطقي اللي بيساعدنا على توجيه الرسالة بين الشبكات. خليني هيك أرسم لكم جدول صغير علشان برضو نرتب أفكارنا. في عندي هنا الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة، في عندي في الطبقة الثانية نظام العنوني ماك، بالطبقة الثالثة نظام العنوني اي بي، في عندي في الطبقة الثانية موجود عندي جهاز اللان سويتش المحول، وفي عندي في الطبقة الثالثة جهاز الراوتر، تمام يا جماعة؟ طيب لو أجي سألني إيش مهمة الطبقة الثانية غير المهام الموجودة في الكتاب، باجي بقول له تحويل البيانات داخل الشبكة المحلية. لو أجي سألني إيش عنوان الماك، عنوان الماك يستخدم لتحويل البيانات داخل الشبكة المحلية. لو أجي سألني إيش مهمة اللان سويتش، طبعا هنا في مهام إضافة للمهمة اللي حكيتها، المهام الأول الدرس. إيش مهمة اللان سويتش؟ تحويل البيانات داخل الشبكة المحلية. نيجي للطبقة الثالثة، غير مهام الطبقة الثالثة اللي موجودة، مهمة إضافية تحويل البيانات داخل الشبكة المحلية اعتماد على عنوان الاي بي، عفوا هنا تحويل البيانات داخل الشبكة المحلية اعتماد على الماك، هنا تحويل البيانات بين الشبكات اعتماد على عنوان الاي بي في الطبقة الثالثة، تحويل البيانات بين الشبكات اعتماد على عنوان الاي بي. ايش مهمة عنوان الاي بي؟ يستخدم عنوان الاي بي لتحويل البيانات او لتوجيه البيانات، مش مشكلة، قولوا بما انه موجه توجيه البيانات بين الشبكات. ايش مهم جهاز الراوتر؟
مهمة جهاز الراوتر توجيه البيانات بين الشبكات اعتمادا على عنوان الاي بي. تمام، هذول الثلاثة يعني تقدر تقولوا هذه مهمة، في مهمة مشتركة بين هذول الثلاث مصطلحات وفي مهمة مشتركة بين هذول الثلاث مصطلحات. خلينا نرجع للفكرة اللي موجودة هنا. في عنا في هذه الصفحة سؤال: نحن بحاجة لنظامي عنوان داخل الشبكة، نظامي عنوان داخل الشبكة، اذكرهما. أولا نظام عنوان منطقي وهو عنوان ثابت لا يتغير. منطقي اللي هو إيش؟ منطقي اللي هو إيش يا شباب؟ اللي هو الآي بي، وهو عنوان ثابت لا يتغير على طول المسار بين المصدر والهدف جوا الشبكة. الآن إحنا بنحكي في داخل الشبكة مش في داخل الكمبيوتر. داخل الكمبيوتر يتغير، بس في داخل الشبكة لا يتغير. عنوان فيزيائي، نظام عنواني فيزيائي اللي هو مثال عليه الماك أدرس. الماك أدرس وهو عنوان يتغير بين كل مرحلة وأخرى ويدل على العنوان التالي في الطريق. مش في عندي عنوان ماك أدرس مصدر، عنوان ماك أدرس هدف. الآن ركزوا معي، الماك أدرس مصدر وين أنا موجود، الماك أدرس هدف وين أنا رايح، الماك أدرس مصدر وين أنا موجود، الماك أدرس هدف وين أنا رايح. يعني مثلا أنا موجود الآن في المدرسة، فبالتالي ماك أدرس المصدر إلى المدرسة، رايح على خضوري، ماك أدرس الهدف خضوري. لما أصير في خضوري بصير ماك أدرس المصدر إلى خضوري، وأنا رايح على كرجات نابلس بصير ماك أدرس الهدف إلى كرجات نابلس. لما أصير في كرجات نابلس بصير ماك أدرس المصدر وين أنا موجود، كرجات نابلس، ماك أدرس الهدف اللي هي الوجهة التالية. تمام، خلينا نكمل. موجود عندنا هذا السؤال وأنا حكيت عن فكرته في بداية الدرس. هذا السؤال بيحكي لك التالي، بيحكي لي في عندي كمبيوترين، هذا الكمبيوتر عنوان الاي بي اللي له هالكدة، وهذا الكمبيوتر عنوان الاي بي اللي له هالكدة، وقناع الشبكة لكل الجهازين هالكدة. السؤال الأول، على فكرة هذا السؤال أجا قبل 3 سنين في امتحان التوجيه الوزاري، نفسه أجا في امتحان التوجيه الوزاري. تمام، طيب طبعا هذا السؤال فيه له حلين، الحل الأول بدنا نحله الآن، وفي له شكل ثاني بورجيكم الشكل الثاني، والشكل الثاني مهم للغاية. الآن بيجي بكل السؤال الأول: هل يمكن إرسال بيانات بين هذول الكمبيوترين في الوضع الطبيعي؟ الآن شو بعمل؟ باجي بفحص إنه هل هذول الجهازين بينتموا لنفس الشبكة؟ كيف بفحص؟ عن طريق قناع الشبكة، حكيتها في هذا الدرس. برجع على قناع الشبكة، قناع الشبكة هون 255 255 255، أول 3 مقاطع، فبالتالي عنوان الشبكة هون أول 3 مقاطع، عنوان الشبكة هون أول 3 مقاطع. خلينا نطلع على عنوان الشبكة. في الجهاز الأول عنوان الشبكة اللي هو 192.168.3، في الجهاز الثاني عنوان الشبكة 192.168.4. إذن كل منهما ينتمي لشبكة مختلفة، إذن لا يمكن إرسال البيانات بين هذول الجهازين. السؤال الثاني: إذا أردت إرسال بيانات بين هذول الجهازين شو بسوي؟ مبدئيا لا يمكن إرسال بيانات. طب أنا بدي أودي بيانات بين هذول الجهازين شو أعمل؟ باجي اللي هي بربط هذول الجهازين في الجهاز المخصص لنقل البيانات بين الشبكات. مش هذا الجهاز شبكي وهذا الجهاز بنتمي للشبكة، بوصلهن في جهاز، هذا الجهاز مخصص لنقل البيانات أو توجيه البيانات بين الشبكات اللي اسمه راوتر. تمام، اللي اسمه راوتر. فهنا شو بنحكي؟ وعليه الجهازين بحاجة لموجه لتوجيه الرسالة بين الشبكتين المختلفتين، حيث يحتوي الموجه على منفذين، أحدهما ينتمي للشبكة الأولى والآخر ينتمي للشبكة الثانية. تمام يا جماعة، فهمنا الفكرة. وهنا ملاحظين هنا في التفصيل حكي لي الجهاز الأول، الجهاز الثاني، عنوان الآي بي اللي له عنوان الآي بي، قناع الشبكة، قناع الشبكة، عنوان الشبكة، عنوان الشبكة، عنوانين الشبكة مش متشابهين، فبالتالي لا يمكن إرسال بيانات بين هذول الجهازين. الحل بحاجة لموجه لتوجيه رسالة بين شبكتين، حيث يحتوي الموجه على منفذين، أحدهما ينتمي للشبكة الأولى والآخر ينتمي للشبكة الثانية، حيث يكون هذان العنوانان البوابة الافتراضية لجميع الأجهزة في هذه الشبكة. خلص السؤال، بدنا نيجي لسؤال آخر، وفي هذا السؤال بدنا نركز منيح لأنه هذا النمط من الأسئلة متوقع أنه يجي بقوة،
متوقع انه يجي بقوه هذا النمط من الاسئله في الامتحان، فركزوا معي منيح منيح. بيجي على هذا السؤال بيجي هذا الشكل هيك، وبيجي بيحكي لك تتبع مسار الرساله من جهاز مصدر لجهاز هدف. ركزوا منيح في هذا النمط من الاسئله لانه متوقع. في عندنا هنا الجهاز الاول اللي هو جهاز المصدر، وعندنا الجهاز الثاني اللي هو جهاز الهدف، تمام؟ عندنا عنوان الاي بي لهذا الجهاز 192.168.67.7.13. عندنا عنوان الاي بي للجهاز الاخر 192.168.68.8.25، تمام؟ عندنا قناع الشبكة لكلا الجهازين أو في كلا الشبكتين 255.255.255.0، تمام؟ الآن بما إنه قناع الشبكة أول ثلاث مقاطع منه 255، معناها أول ثلاث مقاطع من عنوان الآي بي للجهاز الأول وأول ثلاث مقاطع من عنوان الآي بي للجهاز الثاني هن عناوين شبكة. ولاحظوا معي إنه عنوان الشبكة هنا مختلف عن عنوان الشبكة هون، يعني هون في عنا 8 وهون في عنا 7، معناته هذول الجهازين لا يمكن إرسال بيانات فيما بينهم، علشان هيك بيلزم نوصل الجهازين في جهاز راوتر أو جهاز محول أو جهاز موجه، عفوا جهاز راوتر أو جهاز موجه. الآن هذا هو جهاز الراوتر، بيكون هيك شكل جهاز الراوتر، وبكون موجود فيه عدة منافذ، هذا المنفذ الأول وهذا المنفذ الثاني. بوصل هذا الجهاز في المنفذ الأول وبوصل هذا الجهاز في المنفذ الثاني، تمام؟ الآن في هذه الحالة بستطيع أرسل بيانات بين الجهازين. خليني أفترض أن عنوان الماك أدرس للجهاز الأول مثلا ABC، وعنوان الماك أدرس للجهاز الثاني AFD مثلا. هذا عنوان الماك أدرس وهذا عنوان الماك أدرس للجهاز الثاني. في هذه الحالة لما أوصل جهازين كمبيوترين في جهاز راوتر عبر منفذين، اللي بيصير كأنه جهاز الراوتر بيصير راوترين، بنقسم لراوترين، يعني كأنه مجازا هذا جهاز الراوتر بنقسم لجهازين راوتر. كأنه جهاز الراوتر بنقسم لجهازين راوتر، كل جهاز منهم أو كل جهة منهم منفصلة عن الأخرى، ومهمة جهاز الراوتر إنه ينقل البيانات من هذا القسم لهذا القسم، ينقل البيانات من القسم الأول للقسم الثاني. الآن لما قلت كأنه بنقسم جهاز الراوتر لجهازين، شوف شو اللي بيصير، ركزوا معي شو اللي بيصير. هذا المنفذ اللي موجود هنا بيكون له عنوان ماك خاص فيه، وهذا المنفذ الموجود هنا بيكون له عنوان ماك خاص فيه، هاي الجهة بيكون لها عنوان اي بي خاص فيها، وهذه الجهة بيكون لها عنوان اي بي خاص فيها، تمام؟ يعني هذا المنفذ له عنوان ماك خاص فيه، وهذا المنفذ له عنوان ماك خاص فيه، هاي الجهة في لها عنوان اي بي خاص فيها، وهذه الجهة في لها عنوان اي بي خاص فيها. خليني افترض انه عنوان الماك لهذا المنفذ خليه يكون مثلا 1-3D مثلا، وعنوان الماك لهذا المنفذ خليه يكون مثلا F1A، تمام؟ طيب عنوان الاي بي لهذه الجهة وعنوان الاي بي لهذه الجهة ايش راح يكون مبدئيا؟ ايش راح يكون؟ خليني ارجع لجملة مهمة موجودة في الكتاب وبعدين منكرر. شوف شو حكينا هنا في الكتاب، حكينا بحيث يكون هذان العنوانان البوابة الافتراضية لجميع الأجهزة في كل في شبكته، يعني كأنه هذه المنطقة صارت شبكة وهذه المنطقة صارت شبكة، فبالتالي عنوان الاي بي لهذه الجهة بده يكون تابع لهاي الشبكة، تمام؟ وعنوان الاي بي في هذه الجهة بده يكون تابع لهذه الشبكة. يلا تعالوا نقترح عنوان اي بي. خليني اجي اقول
انه مثلا عنوان الاي بي في هذه الجهه شو لازم يكون؟ لازم يكون 192 168 8 وبعدين رقم غير ال 25، تمام؟ هاي 190 92 ضد 160 68 ضد 8 ضد اي رقم، المهم انه تابع لنفس الشبكه تبعت هاي الجهه ضد مثلا 3، تمام؟ عنوان الاي بي لهذه الجهه بده يكون 190 92 تبع هون ضد 160 68 ضد 7 ضد رقم اي رقم، المهم انه مشترك مع هذا الحاسوب مع هذه الجهه مع هذه الشبكه في عنوان الشبكه، فبالتالي ضد 5 مثلا، تمام؟ مش مشكله. الان في شيء اسمه حكيت لكم اياه البوابه الافتراضيه اللي هو عنوان اي بي الراوتر، فبالتالي اذا انت بدك تبرمج الراوتر مجازا من هذا الكمبيوتر بتدخل، مش في عنوان اي بي للراوتر اللي هو البوابه الافتراضيه، بتدخل من هذا العنوان، واذا انت بدك تبرمج الراوتر من هاي الجهه بتدخل في هذا العنوان، يعني بصير له بوابتين افتراضيتين، يعني كانه راوترين، كانه بصير راوترين، تمام؟ فهمنا هذه الفكرة؟ الآن فهمنا الرسمة هذه إيش بتعني؟ شو بيجي السؤال؟ السؤال بسيط جدا جدا، بس أنا بدي أياك تفهم الفكرة. سهل جدا، تتبع مسار الرسالة من جهاز مصدر لجهاز هدف، من جهاز المصدر لجهاز الهدف. في هذه الحالة إحنا حكينا في داخل الشبكة إنه دائما الآي بي ثابت والماك آدرس متغير في جميع المراحل. الآن بيجي هنا بيحكي لك المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة. إيش هي المرحلة الأولى وإيش هي المرحلة الثانية وإيش هي المرحلة الثالثة؟ خليني أرسم لكم على اللون. خلينا مثلا نختار هذا اللون. المرحلة الأولى اللي هي البيانات تنتقل من هذا الكمبيوتر لهذا المنفذ، هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية البيانات تنتقل من هذا المنفذ لهذا المنفذ في داخل الراوتر، يعني كأنه من هاي الشبكة لهاي الشبكة، تمام؟ المرحلة الثالثة إنها البيانات تنتقل من هذا المنفذ لهذا الكمبيوتر. هذول الثلاث مراحل، تمام؟ أنا عندي الآن ثلاث مراحل، المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة. الآن بيجي بقول لك في المرحلة الأولى اذكر عنوان اي بي المصدر واي بي الهدف، وفي المرحلة الثانية اي بي المصدر واي بي الهدف، وفي المرحلة الثالثة اي بي المصدر واي بي الهدف. نفس الاشي في المرحلة الأولى، ماك المصدر وماك الهدف، الثاني ماك المصدر وماك الهدف، الثالث ماك المصدر وماك الهدف. خلينا نتبع اي بي المصدر، خلينا هاي المرحلة الأولى. المرحلة الأولى ايش هو اي بي المصدر؟ 192 168 825. ايش هو اي بي الهدف؟ 192 168 7 13، تمام؟ المرحلة الثانية ايش هو اي بي المصدر؟ نفسه 192 168 8 25. ايش هو اي بي الهدف؟ 192 168 7 13. في المرحلة الثالثة ايش هو اي بي المصدر؟ 192 168 8 25. اي بي الهدف 192 168 7 13، يعني اي بي المصدر واي بي الهدف نسخ لسك في المرحلة الاولى والثانية والثالثة. الان بنيجي لماك المصدر وماك الهدف، البيانات الان موجودة في هذا المكان، البيانات موجودة في هذا المكان، تمام؟ فبالتالي بما انه موجودة في هذا المكان معناته المرحلة الأولى ماك المصدر ABC، ماك الهدف 1 3D. خلصنا المرحلة الأولى. المرحلة الثالثة الثانية البيانات مش موجودة هون، فبالتالي ماك المصدر 1 3D، ماك الهدف F1A، تمام؟ المرحلة الثالثة ماك المصدر اللي بكت قبل هدف F1A وماك الهدف AFD، وخلص هذا هو السؤال، تمام؟ خلينا نشوف الأسئلة الموجودة في الكتاب. يلا خلينا نشوف المرحلة الأولى اللي هي من هذا الجهاز، هاي عندنا هون الراوتر مقسوم نصين لهذا المنفذ، المرحلة الثانية من هذا المنفذ لهذا المنفذ، المرحلة الثالثة من هذا المنفذ لهذا الجهاز، تمام؟ يلا اي بي المصدر واي بي الهدف. موجود عندي هون اكثر من اي بي، في هذا اي بي لهذا الكمبيوتر، وفي عندنا هون اي بي لهذا الكمبيوتر، وفي عندنا هون شيء اسمه الاي بي، الاي بي اللي هو البوابه الافتراضيه لهذه الجهه من الراوتر،
وهذا الاي بي اللي هو البوابة الافتراضية لهي الجهة من الراوتر اللي هي نفسها الديفولت جيت واي. ملاحظين هذول العنوانين متشابهين وهذول العنوانين هنا متشابهين، يعني في السؤال بيضيفين عشان يخربطك، بس هذا العنوان وهذا العنوان ما بيهموني، اي بي الراوتر والديفولت جيت واي ما بيهموني، اي بي الراوتر من هاي الجهة والديفولت جيت واي ما بيهموني، بيهمني فقط اي بي المصدر اللي هو هذا واي بي الهدف اللي هو هذا. تمام، خلينا نيجي على المرحلة الأولى. خلينا أشغل برنامج الرسام علشان نرسم عليه. هاي الرسام، وهيك بيجيك السؤال في الامتحان وبيجي بقول لك تتبع مسار الرسالة من جهاز مصدر لجهاز هدف، وحكينا ايش هي المراحل. يلا تعالوا، بيكون هيك موجود عندي بالسؤال مرحلة واحد، مرحلة اثنين، مرحلة ثلاثة. هنا موجود عندي اي بي مصدر، اي بي هدف، ماك مصدر، ماك هدف. تمام، الان خلينا نيجي على اي بي المصدر. هذا اي بي المصدر اللي هو اي بي هذا الكمبيوتر، وهذا اي بي الهدف اللي هو اي بي هذا الكمبيوتر. تمام، يلا اي بي المصدر في المرحله الاولى 192.168.3.2، اي بي الهدف 192.168.4.2، طيب في المرحله الثانيه نفسه، في المرحلة الثالثة نفسه، نسخ لسك. تمام؟ نفس الاشي هنا، في المرحلة الثانية بنكله نفسه، في المرحلة الثالثة بنكله نفسه. يعني اي بي المصدر في الثلاث مراحل نفسه، اي بي الهدف في الثلاث مراحل نفسه. الآن بنيجي لماك المصدر وماك الهدف. في المرحلة الأولى خلينا ألون لكم المرحلة الأولى باللون الأصفر، تمام؟ في المرحلة الأولى هذا ماك المصدر وهذا ماك الهدف. تمام؟ يعني في المرحلة الأولى باجي بجيب هذا ماك المصدر بجيبه هون، وهذا ماك الهدف بجيبه هون. في المرحلة الثانية، في المرحلة الثانية بصير هذا ماك المصدر وهذا ماك الهدف. تمام؟ في المرحلة الثالثة بصير هذا ماك المصدر وهذا ماك الهدف. إن شاء الله نكون استوعبنا فكرة هذا السؤال. تمام؟ الآن الشرح الموجود عندنا في الكتاب هنا هو شرح للحكي اللي حكيناه. المرحلة الأولى بتم إرسال الرسالة من الجهاز الأول إلى واجهة الموجه المحلية، بيشرح لنا الحكي اللي حكيناه. تمام؟ طيب لو جينا لهذا السؤال، يلا بسرعة. اي بي المصدر في المرحلة الأولى، اي بي الهدف في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اي بي المصدر، اي بي الهدف. المرحلة الثالثة اي بي المصدر، اي بي الهدف. خلصنا. الآن بنيجي على الماكات. المرحلة الأولى ماك المصدر، ماك الهدف. المرحلة الثانية هذا بكى ماك الهدف بالمرحلة الأولى، بصير ماك المصدر في المرحلة الثانية، هذا ماك الهدف. المرحلة الثالثة ماك المصدر وهذا ماك الهدف. تمام؟ الآن ماذا يحصل في المرحلة الثانية؟ شو حكينا؟ يتفحص الموجه اللي هو الراوتر عنوان اي بي الهدف في الرسالة، هاي هي المرحلة الثانية اللي هي جوا الراوتر من هاي الجهة لهاي الجهة البيانات تنتقل، ويجد أنه ينتمي إلى شبكة، بتكتب عنوان الشبكة، وعليه يأخذ القرار الموجه بتوجيه الرسالة للمنفذ الثاني. هذا المنفذ الثاني لأن المنفذ الثاني ينتمي للشبكة الثانية 192.168.4. تمام؟ المرحلة الثالثة شرح ايش بيصير في المرحلة الثالثة، وهذه نفس الرسمة
وتفصيل للحكي اللي حكيناه. المهم في هذا السؤال متوقع أن تجيك صورة مثل هيك بدون هذا الجدول، ويجي يحكي لك تتبع مسار رسالة مثل اللي رسمناه على اللوح. هنا أسئلة الدرس، كم عدد الخانات الثنائية اللي بتكون منها الـ IPv4 32 بت الـ IPv6 128 بت؟ كيف يتم التمييز بين جزء عنوان الشبكة وجزء عنوان الجهاز في الـ IP؟ عن طريق اللي هو Default Gateway أو عن طريق السبنت ماسك اللي هو قناع الشبكة، وبتشرح لهم لما يكون 255 ولما يكون صفر. على فكرة هذه الأسئلة محلولة، وأنا راح أحط لكم حل الأسئلة لكل كتاب في صندوق الوصف، يعني تطلع تحت الفيديو بتشوف مثلا هون إيش الفرق بين العنوان المنطقي والعنوان الفيزيائي. العنوان المنطقي لإرسال بيانات بين الشبكات مثال على IP، والعنوان الفيزيائي لإرسال البيانات داخل الشبكة المحلية. ما الجهاز اللي بنستخدمه لتوجيه الرسائل بين الأجهزة التي تنتمي لشبكات مختلفة؟ الموجه الراوتر. طيب لتحويل الرسائل داخل الشبكة المحلية إلا نسويتش أو له محول الشبكة المحلية. تمام؟ وخلص هي خلص الدرس. إيش العنوان اللي بتستخدمه داخل الرسالة؟ يستخدمه الموجه اللي هو الراوتر لأخذ القرار إلى أي منفذ يجب توجيه الرسالة. هذا السؤال قبل شوي حكينا عنه، الجواب اللي هو عنوان الجهاز داخل الشبكة. إن شاء الله إنه هذا الدرس نكون استوعبناه. هذا الدرس مهم جدا، عنوان الـ IP، درس عنوان الـ IP مليان معلومات في تفاصيل كثيرة. إن شاء الله نكون استوعبنا هذا الدرس، وإن شاء الله إنها تكون وصلت الفكرة تمام. بس آخر إشي بدي أناقشكم سريعا في السؤال الموجود هنا، هذا السؤال ولو أنه مكرر في الدرس القادم سريعا بس، وبفصله في الدرس القادم. الآن هذا الإشي بدي أفتح مثله على جهاز الكمبيوتر اللي عندي. لو أجاك السؤال كالتالي، هيك أجتك هاي الصورة في الامتحان وقال لك إذا كان بدي أكتب لك السؤال على اللوح، قال لك إذا كان عنوان IP للراوتر أو عنوان IP لجهاز الشبكة هو 192.168.7.25، تمام؟ املأ الفراغات، هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة. بدنا نملأ الفراغات. أول إشي عنوان IP الراوتر اللي هو نفسه البوابة الافتراضية، سهل هذا السؤال، اللي هو نفسه البوابة الافتراضية. فبالتالي هذا الرقم نفسه باجي بمسكه، هذا الرقم وبضيفه هون، نفسه بضيفه هون، تمام؟ وبرضه نفسه بضيفه هون، تمام؟ طيب الآن خادم الدي ان اس، خادم الدي ان اس في المفضل وفي البديل. خادم الدي ان اس المفضل اللي هو الخادم القريب اللي هو تبع المزود، فبالتالي بضيف نفس البوابة الافتراضية. شو الخادم البديل؟ في هذا الدرس حكيت عنه، انه اذا عنوان موقع الانترنت اللي الي في الخادم القريب اللي علي مش موجود عنوان الاي بي اللي اله، فببحث عن خادم ثاني، كمبيوتر ثاني، مليان خوادم في انحاء العالم، اشهرهم اللي هو الخادم تبع الجوجل اللي هو 8888. فعشان هيك هذه الخانه خلص احفظوها دائما 8888. وهذه الخانه اللي موجوده هون اللي هو نفس اللي موجود الرقم الموجود هون اللي هو بيجي في السؤال. طيب عنوان الاي بي كيف بدي اضيفه؟ بما انه عنوان الاي بي للجهاز وعنوان الاي بي للراوتر في نفس الشبكه، معناته بروح على القناع، عندي القناع اول ثلاث مقاطع 255، هنا هذول اول ثلاث مقاطع معناته عنوان شبكه، معناته عنوان الاي بي للكمبيوتر وعنوان الاي بي للراوتر مشتركات في نفس عنوان الشبكه، ما هن شبكه واحده. فمعناته باجي بقول هنا 192 وهنا 168.7، اخر مقطع بختار رقم غير رقم ال 25، بختار رقم مثلا 9، تمام؟ طب لو اجاك سؤال في الامتحان قال لك في اخر مقطع
من عنوان الاي بي، ايش الرقم في هذا المقطع؟ اخر مقطع من عنوان الاي بي، ايش الارقام الممنوع اختارها؟ بتيجي بتقول له الصفر ممنوع دائما، ال255 ممنوع دائما، والرقم اللي انا اخترته عشان ما يصيرش تكرار في عناوين الاي بي. طب لو اجى حكى لك يعطيني عنوان اي بي اخر داخل الشبكه، بتيجي بتكتب له عنوان الشبكه نفسه وبتضيف له رقم اخير. حكينا عن هذا الموضوع، ان شاء الله تكون الفكره وصلت. يعطيكم العافيه.